السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. السلام عليكم سي مختار. والله عندي نيسان كاشكاي، هذه فيها مشكلة تاكل في الزيت بصفة غريبة. كليت لي أكثر من 5 لترات في 10,000 كيلومتر، ما فيهاش بروبليم دو بويسونس، تمشي عادي باهية، ما فيها حتى مشكلة. موتور مريقل، حسو مريقل، أما فيه المشكلة اللي قاعد يخرج من الدخان من الوحدة متاع الزيت من الفوق من الموتور، ومن تالي ما عندي جملة دخان من الصباح للعشي. زي الموتور خرجش لدخان تالي لا حتى عندي جوست هذاك وتنقص في الزيت بالكبير. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو عنده مشكلة يعني بخار او دخان من بلفة تبخير او من مصب الزيت او من يعني يخرج كيبدا الموتور مريض نقول انا من داخل يعمل الحالة هذه، لكن ما هو ما حكناش يعني كيفاش صار الموضوع هذا، يشرها هيك يعني ديما يخلوني في يعني في ما نفهمش المشكل منين بدا. هذه العمليه اللي ساعات نبدا نوحل فيها. المشكل هذا عنده عده عوامل على خاطر ليش، لان باش نشرح الحالات اللي ممكن يعملها هذا نتيجه شنو. هي حاجات يعني يكون سبب فيها أغلبية سبب فيها السائق الاستعمال، يعني لا دخل للشركة اللي تبيع ولا لتصنع الموتورات ولا شيء، كلها هذه يتحكم فيها السائق. الأمور هذية عند السائق عند صاحب السيارة، لأن حصلت معنا برشا ناس يعني كاكا يقول لك أنا يعني أنا منهم. أنا نفسي صارت لي مع ولدي، يعني وصل السيارة 200 في الساعة الميقان وقتها لين عملت قماش، لين عملت ترام في الهكة وتخدم مالت الطبطب. المتسبب فيها الرئيسي هو السائق، هذه حاجة، يا إما في السرعة يا إما في استعمال الزيت الردي، لأن اللي يحب يجي لازم يستعمل زيرو سنتيتيك في محرك يكون لبس عليه، مش محرك زيرو سنتيتيك غالي الله غالب، لكن اللي يحب يجري يكون سيارته يعني الموتور بتاعه مليح. المشكلة الثانية السرعة المفرطة اللي تكون سبب في الأمور هذية. ومشكلتنا احنا اللي ديما نقعد نتعاملوا مع الحاجة سواء إنسان سواء حيوان سواء سيارة سواء كبيرة سواء صغيرة، نتعاملوا معه بنفس القوة في مهما كان العمر متاعه. تقدر تقول مثلا طفل صغير تقول له برا جيب لي دبوزه ماء او قنينه بتاع ماء اللي هي بتاع إتر ونص، مسكين يمشي يحاول يجيبها، ما يقولش لا، هو تلقاه عمره مثلا بتاع عام ونص او عامين يمشي يحاول يجيبها لان يحب يجيبها. وكذلك حيوان تلقاه تعبي عليه اكثر من اللازم، مسكين يحاول باش يبذل مجهود ويوصلك للمكان اللي عندك فيه. السياره كيف السياره إذا كان وصل للعمر نتاع 100,000 كيلومتر، إنسان يلزمو يعمل حسابه من 80,000 90,000 الفوق ما عادش يفوت 120، ويقعد في نفس الصيانة نتاع المحرك. يعني كان هو عنده
صيانة تقعد في نفس الصيانة، الزيت في وقته، الزيت المليح، الفلتروات في وقتهم، مش هاي يعني خاطر كبرت هي، لا هذا ما هذا غير معقول. يعني إنسان مثلا بوك كبير ولا أمك كبير، لا تقول هذه كبرت ما عادش نعطيها الحاجة الباهية مثلا اللحم ولا حوت ولا غيره، تقول لا. التعامل مع المحرك لازم يكون نفس الشيء، عمره 200,000 500,000 نفس الطريقة، لا تغير له هيك ولا هيك، وتنقصه في السرعة. عندنا الكوارث تصير لنا كل يوم، احنا يجيبوا لنا سيارة اخرتها جاتني، يعني وريتها لكم بوكسير خرج من جنبها والموتور قاعد يخدم من السرعة، من الافراط في السرعة ومن الحمولة الزايدة. تو مثلا يبعثوا مسكين صاحب العمل يقول له اسمعني، هي سيارة يعني سيارة النقل هذه تاخذ مثلا طن ونص، يقول له لا عبي 5 طن مش مشكلة، عبي 5 طن وشوف يلزمك في الوقت الفلاني تكون في المكان الفلاني. شوف شو يعمل المسكين السواق، وبما ان هي السيارة قوية وتجاوبه ينزل عليها المحرك، يتحمل 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 يتحمل، يصير المشكلة كما هذه بالضبط. انا وريتكم لكم زاد كيف كيف. نصيحة لخونا هذا اللي هو بعث الفيديو، ان المحرك هذا راه ما يتصلحوش، فما ناس ما يعجبهمش كلامي وما يحبوش الكلمة هذه اللي محرك هذا ما يتصلحوش. انا نقولها ونعاودها، المحركات اللي الحديثة ما تتصلحش مهما كان نوعها، مرسيدس، روز رايز، كاشكاي، ميغان، راهم ما يتصلحوش عن تجربة. اذا كان ناوي باش تصلح انسى الموضوع هذايا. شوف اذا كان المحرك هذايا ما عادش يساعدك، واللي انا ولا استهلك زيت برشا او ما كذا، يلزمك تلم روحك وتمشي تغير محرك مهما كانت الصفة مهما كان السعر، لانك بتغيير المحرك تنسى الموضوع. من غير تغيير المحرك لك باش تقعد تعاني. وهو يقول ما عنديش دخان، مش بالضروره يكون عندك دخان، علاش؟ لان كل موتور البليه نتاعو منين جي، يعني العمليه نتاعو منين جي، فما يجي دخان. كيما اليوم انا جتني سيكات عجعجه من تالي ماشي 150,000 جديده، سياره جديده ماشي 150,000 عجعجه من تالي، موتور حتى مش رخيص كيما كاشكاي غالي، وانت هاك جاتك من قدام كيف كيف كله كيف كيف. نصيحه خويه انك انت تعامل مع السياره هذه توا لين ترتب امورك، وغير محرك في عقلك وما تصلحش. هذه ان شاء الله النصائح هذه انا ديما نقولها، فما ناس برشا ما تعجبهمش يقول لك لا مختار يحب يبيع الموتورات، لا يا سيدي ما كنتش تشري ما عندي موتور وما صلح. لازمك تحاول تشري موتور وتركب من غير ما تخلق روحك. ولهذا قد اذر من انذر، يعني نبهت عليكم، وان شاء الله تسمعوا يعني تقبلوا بالنصيحه. ان شاء الله معكم حاجه كما هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.